السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه ايطاليه. alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une recette à l'italienne. وصفه ديال الفوكاتشا. اكيد كاين وصفات كثيره، اليوم غادي نعطيها لكم بطريقه سريعه وخفيفه ظريفه اللي ما غتخذوك لكمش الوقت بزاف. alors bien sûr il existe plusieurs recettes de la focaccia. aujourd'hui je vous propose une recette assez simple, assez rapide, qui ne va pas prendre beaucoup de votre temps. alors باش نصاوبوا هذه الوصفه ديالنا غادي نحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق العادي، 300 غرام ديال الفينو، غنحتاجوا 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، غنحتاجوا معلقه كبيره عامره ديال خميره الخبز حبيبات، غنحتاجوا نص معلقه كبيره ديال الملحه، والماء تقريبا غادي نحتاجوا واحد 350 غرام ولكن ما كيبقى على حسب العجين ديالكم. alors pour préparer notre recette on va avoir besoin de 300 g de farine, 300 g de farine blanche, farine type pour pâtisserie, 300 g de farine de blé. On va avoir besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de levure sèche de boulanger que vous pouvez faire remplacer bien sûr par la levure fraîche. On va avoir besoin d'une demi-cuillère à soupe de sel et de l'eau, à peu près 350 g. De toute façon, ça va dépendre de votre pâte, comment elle est. Il faut qu'on obtienne une pâte assez souple et homogène. Et donc, et pour l'émulsion, on va avoir besoin de 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, la même quantité, donc 3 à 4 cuillères à soupe d'huile et du sel. Au bout de la finition, on va واحد الخليط اللي فيه 3 حتى 4 معالقات ديال الكبار ديال زيت الزيتون، وغنحتاجوا نفس القياس ديال الماء، يعني 3 حتى 4 معالقات كبار ديال الماء، والملحه تقريبا غتكون واحد نص معلقه كبيره، ابخي اون دومي كويغا سوب دو سيل. وللتزيين كيكونوا حوايج اخرين غادي نشوفوهم على حسب اللي موجود عندكم. اي بور اون فيت لا ديكوراسيون دو نوتر فوكاتشا اون فافوار بيزوان دو ان بو دو بوكو دو شوز. Et tout dépend de ce que vous avez sous la main. Voilà. بالنسبه للعجين تقدروا تعجنوه في العجان ديالكم، في الديكون، في اي روبو عندكم، ماشي مشكل. دونك pour la pâte vous pouvez vous munir d'un pétrin ou d'un robot, le robot dont vous disposez, ou même à l'huile de coude, il y a pas de souci. غادي ندير اول حاجه غادي ندير الخماره اللي عندي وغادي نزيد معها الماء دافي يكون وغنخليها ترتاح. انا هنا غنسخنها ولكن نتوما ديروا الماء دافي وغتخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ولا حتى تتفاعل. دونك فوالا جو ميتر ما لوفور، جو اجوتي لو تييد اي جو في ليسي اكتيفي ما لوفور وغادي نخليها تتفاعل ونعاود نطلقها. من مور ما تفعلات الخميره عندي، دونك ابري كلا ما لوفور سي اكتيفي جو في اجوتي اون فيت لي زوتر انغريديون. غادي نضيف باقي المواد اللي خاصني نزيد. غادي نضيف 300 غرام ديال الدقيق، جو في اجوتي الدقيق الابيض 300 غرام دو فارين بلانش، et je vais ajouter 300 g aussi de farine de blé. غادي نضيف ايضا 300 g ديال الدقيق الفينو، farine de blé de couleur jaune. vous pouvez utiliser la semoule très très fine aussi, au fait اللي ما بغاش يستعمل فينو يقدر يستعمل السميده الرقيقه. 300 g aussi. غادي نضيف 3 معلقات كبار ديال زيت الزيتون، جو اجوتي 3 كويغا سوب دويل دوليف، فوالا 1 2 اي 3، وغادي نضيف نص معلقه كبيره ديال الملحه ونخلي الخليط ديالي يتعجن. دونك جو اجوتي 1 دومي كويغا سوب السل، هنا اي جو في بيتريغ ما بات. غادي نخليه يتعجن تقريبا واحد 10 دقائق، دونك فاش جو في ليسي بيتريغ اون ديزان دو مينوت.
ملي نعجن مزيان الخليط ديالي كنفوا بيان بيتري جو بوري سالاتي نزيد واحد الاناء غادي ندير فيه العجن ديالي ونخليه يرتاح تقريبا واحد 10 دقائق جو ميت ما بول دو بات اي جو لا ليسي ريبوزي اون ديزان دو مينوت غادي نغطيها ونخليها ترتاح 10 دقائق تقريبا دونك جو في لا كوفري لا ليسي ريبوزي اون ديزان دو مينوت من بعد 10 دقائق دونك ابري لي 10 مينوت اون فا لا ميتر سور اون بلاك اي لا ليسي لوفي انكور 10 مينوت لا بلاك سور لاكيل فو لالي فوز الي لا لا كوير اون فا ان فيت لا شوميزي دو بابي كويسان اي la poser et la laisser cuire encore une dizaine de minutes. Donc غادي نحطها من بعد 10 دقائق فوق الطاوله اللي غنطيبها فيها او الطاوله اخرى اللي غتستعملوها وغادي نغطيها وغنخليها ترتاح مره اخرى 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق الثانيه غادي نحاول نسرح هاد لاباط ديالي وغير بواحد الرولو صغير او لابيديه ولكن نحاول ما نخويهاش بزاف من الغاز يعني نخلي فيها هذوك الفقاعات دونك ان فيت ابري لي دوزيام 10 مينوت جو في ايساي ديتالي ديليكاتمون ما بات سور ما بلاك ان ايسايون دو ن با ان فيت ان ايسايون دو غاردي de ne pas détruire les bulles en fait les bulles qui se sont constituées à l'intérieur de la pâte. On serra, on essaie de donner la forme les brises donc je vais l'étaler tout en essayant de lui donner la forme que je veux. Voilà, délicatement vous faites ça délicatement. باش ما اكرازيوهاش وصافي باش تبقى محافظه على تقدروا ديروها غير بيديكم ماشي مشكل كيف بوفيو فيرو سي على ما اي جو في لا ليسي لوفي انكور 20 مينوت وغادي نخليها تخمر مازال 20 دقيقه وحده اخرى من مور ما خمرات ليا غادي نحاول ندير ثقوب ماشي ثقوب يعني بحال حفر غير بصباعي دونك اون فيت ابري كالي لوفي جو في ايساي دو فير دي بيتي ترو غراس ا دي بيتي ترو دي بيتي بوي غراس ا مي مي دووا اي جو في لي زونفونسي غادي نحاول ندخل يعني لتحت بحال هكا البلاصه اللي تبان لكم ما فيهاش غادي نزيد فيها جو في فريمون انفونسي مي دووا يعني غادي نحاول ندخل مزيان باش يوليو حفر كبيره كيف كتلاحظوا دونك انسويت جو بروند ليميسيون جو لي ديجا بريباري غناخذ داك الخليط اللي قلت لكم غندير فيه 4 المعلقات ديال الماء و 4 المعلقات ديال زيت الزيتون والملحه معلقه صغيره غادي نقربو بواحد طراب صغير جو ايميسيوني مون ميلونج اي جو في فيرسي سور ما بات جو في ايساي دو فيرسي اونيفورميمون بور كو لي ترو سو رامبليس دو سو ميلونج غادي نحاول نخويه فوق من لا بات ديالي على اساس ان هاد الحفيرات اللي درتهم يتعمروا بهذا الخليط هذا شوف انا كنزيد فوالا
الا لاحظتوا انه ما كفاكمش تقدروا تزيدوا دونك سي remarquez que c'est pas assez vous pouvez ajouter un peu ça tout dépend de المهم ان هاد الحفيرات كلهم كيتعمروا دونك فيت اتونسيون اسكو تو لي ترو سوا رامبلي دو سو ميلانج فوالا Je vais laisser de côté préparer rapidement ma décoration. نخلي على جنب ونوجد ديكوراسيون ديالي دغيا. انا هنا غنستعمل شويه زيتون الكحل، غنستعمل فلفل حمراء، غنستعمل سيبوليت او الاوراق ديال المعدنوس، غنستعمل شويه الفجل، الطماطم الكرزيه. Donc en fait, je vais utiliser un peu des olives noires, un poivron rouge, une partie de poivron rouge, des, la ciboulette ou des feuilles de persil, des radis et des tomates cerises. On va les tomates cerises ديالي على جوج. غادي نديرهم هكا كي je vais aussi utiliser du romarin et de l'origan. غنستعمل ايضا الزعتر ou azir. غادي نرشهم من الفوق pour les herbes pour le romarin et l'origan je vais les parsemer par-dessus غنقطع شرائح رقيقه ديال الفجل je vais couper de fines rondelles de radis تقدر ديرها بموس او بالمندولين je vais faire de même pour le poivron rouge غادي ندير نفس الشيء بالنسبه للفلفل عندي غادي نقطع منها نحاول نقطع في الوسط رونديلات دي رونديل فين دوائر رقيقه وغنسخن الفران ديالي على 200 درجه باش نطيب الفوكاتشا ديالي دونك جو في شوفي مون فور ا 200 دوغري مزيان كيبقى اختياري ولا ما بغيتوش تستغناو عليه تقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل دونك ان فيت بور لا ديكو بوفي فوز ان باسي بوفي لا فير لكن الا درتوها يعني كتعطي واحد المنظر زوين سي فو لا ميتي يل فا دوني اون بيل ان بو اون بيل فينيسيون ان فيت نديرو الشميشة غنسيمولي دي غيون دسولي تقدرو ديرو حتى البصل إلا بغيتو بوفي أوسي فيغ ميتخ دي زونيون سي فو فولي أون فيت ما عنديش انايا ازير طري غادي ندير شويه د ازير يابس دونك بور لو رومارين je n'ai pas de romarin frais donc je vais parsemer un peu de du romarin séché dont je dispose voilà وغادي نزيد شويه ديال الزعتر je vais ajouter un peu d'origan un tout petit peu frotte-le وغندخلها غندخلها الفران طيب تقريبا واحد 20 دقيقه على درجه حراره 200 دونك ان فيت جو في لا كوير ا بو بري 20 مينوت
à 200 degrés. Il faut qu'elle soit juste dorée. Le focaccia هذه خاصها تكون فقط مذهبه ذهبيه اللون يعني ما تحمرش بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الفوكاتشا ديالي اليوم. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وانكم ما غترضوش تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est le résultat final de ma focaccia d'aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous n'allez pas hésiter à la tester. D'ici là, je vous dis à très bientôt.